بحكم اننا ولينا الرئاسه ديال الفيدراليه، وكما يعلم الجميع الفيدراليه مؤسسه اللي كت اللي كت كتشرف على جميع النقابات الجهويه للمغرب، وبالتالي الفيدراليه كتشتغل على جميع المطالب ديال اطباء اسنان الصعيد الوطني والمستلزمات اللي كتحتاج لهم المهنه باش تكون على احسن وجه بالنسبه للمغرب وعلى الصعيد الوطني والصعيد الدولي. وبالتالي بحكم ان الفيدراليه عندها تاريخ وعندها عده مجالات كتشتغل عليهم، هناك ملف مطلبي اللي كتناضل من اجله الفيدراليه في عده قطاعات، وساذكر لكم القطاعات اللي حنا كنشتغلوا عليهم في اطار الملف المطلبي. اولا قبل كل شيء كنا كنشتغلوا على الملف ديال التغطيه الصحيه لسنين، حنا كنطالبوا بالتغطيه الصحيه لاطباء الاسنان، وفي مهما انه جاء الورش الملكي اللي تم على اثره تعميم التغطيه الصحيه، وبالتالي كان هذا التعميم وصل لاطباء الاسنان وكانت مشاورات، لكنه الثقل ديالو اللي جاء اطباء الاسنان كان شويه صعيب عليهم. تم تعميم التغطيه الصحيه للمرض الاجباري، تعويض على المرض الاجباري، لكن باقي امور اخرى خصنا نناضلوا عليها، وهي التعويضات العائليه وال لا روتريت يعني التقاعد، حكم انه النظام اللي جا دابا جا به بانه هذه المساله بجوج غيجيو اجباريين، وحنا نرى داخل الفيدراليه بانه لا داعي للاجباريه في هذه النقط الاثنين، وماذا بنا انه يكونوا اختياريين. يعني كاين الا جينا نشوفوا الا جينا نشوفوا الخريطه الديموغرافيه ديال اطباء الاسنان في المغرب، كنلقاو انه كاين واحد الشريحه ديال 30 ل 40% كلهم الناس اللي في تعداو ال 50 سنه، وبالتالي الناس اللي تعدات 50 55 سنه الا درتي ليه التغطيه اجباريه التغطيه لنظام معاشات اجباري ما غاديش يستافد منه بزاف، وغادي نوقعوا في واحد الاشكاليه اللي ما غايقدروش الناس حتى يواكبوا هذه المساله ديال المعاشات، المساله ديال لي زالوكاسيون فاميليال يعني التعويضات العائليه. لا يعقل اننا حنايا غادي نبداو نديو واحد الواجب شهري على التعويضات العائليه وما يستافدوش الوليدات ديالنا منهم، يعني الوعاء اللي تجاوزت منه هذه المساله وعاء كنشوفوا حنايا من المنظور ديالنا كفيدراليه بانه وعاء فارغ، وبالتالي باش تمشي الامور بطريقه سلسه ودوز الامور بطريقه سلسه كنظنوا اننا داخل الفيدراليه ان يكون هاد النقطتين يكونوا اختياريين وليس اجباريين. هذه بالنسبه للصندوق التضامن الضمان الاجتماعي. كاين مساله اخرى كنناقشوها، هو انه كاين كنطالبوا بعداله ضريبيه، عداله ضريبيه من سنين حنا كنطالبوا بالعداله الضريبيه، لانه مما لا شك فيه ان جميع اطباء اسنان مواطنين، والمواطنه ديالنا لا نقاش فيها، وحنا ماذا بينا ان الامور تمشي بالطريقه الانجع والابسط بالنسبه لطبيب الاسنان. وكما يعلم الجميع ان الظروف الحاليه الاقتصاديه والاجتماعيه السائر المواطنين كتحط بالظلال ديالها على الميادين كلها، ومما فيهم ميدان طب الاسنان. حنا ماذا بينا انها تكون عداله ضريبيه، يعني كاين امور اللي نقدروا نناقشوها مع مديريه الضرائب ونلقاو حلول باش نخفوا العبء على اطباء الاسنان. وما ننساش انني نذكركم بانه الوقت اللي تعيننا كرئيس الفيدراليه كان لازم علينا اننا نراسلوا الوزارات الوصفيه على القطاع باش نتحاوروا معاهم وندخلوا معاهم في الاطار ديال المشاورات واتمام الملفات اللي كانوا بادين عليهم. وفي هذا الاطار كفيدراليه راسلنا وزير الصحه والحمايه الاجتماعيه في 12 يونيو 2024 وطلبنا منه لقاء باش يتلاقى معنا باش نهضروا في هذه المساله ديال
ديال التغطية الصحية، بحكم أنه الوزارة الوصية راه هي اللي مسؤولة على التغطية الصحية، وهي المسؤولة على جميع ما يهم القطاع. وحنا من هذا وأنا من هذا المنبر كرئيس فيدرالية كنعاود نجدد طلب اللقاء بوزير الصحة باش نلقاو حلول موضوعية وقابلة للتنزيل على أرض الواقع لهذا الموضوع ديال صناع الأسنان، وموضوع المواضيع الأخرى اللي كنا باقي ما كملناهمش، اللي كانت فيهم نقاشات مع لانا، مع صندوق الضمان الاجتماعي، مع وزير الصحة السابق ومع وزير الصحة الحالي.